السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أولي المغرب. حلقتنا اليوم على واحد السيد في عمره 34 عام والمهنة ديالو أستاذ، الاسم ديالو نبيل. هاد نبيل هذا كان كيعرف واحد البنت، هاد البنت الاسم ديالها إلهام، في عمرها شي 24 عام بحال ما هكاك. إلهام بنت زوينة وما بيهاش عاطل العين، تعرف عليها مؤخرا واتفقوا على اساس انه يتزوج بها من هنا لواحد 3 شهور بحال ما هكاك، من بعد ما خطبها بطبيعه الحال وداو والدي وشافها واتفقوا على كل شيء. نبيل كان كيمتلك واحد لابارتمون، كيجهز هو وديك الهام، كيستعدوا لميعاد حفل الزفاف ديالهم. كل شيء عارفوا مخطوبين وكيفرحوا مع بعضياتهم، مشيو ويجيو كيجهزوا الدار. تقريبا باقي العرس شي اسبوع بحال ما هكاك. هاد نبيل غادي يكون مع دارهم من بعد ما سال الخدمة ديالو ومريح مع دارهم، غادي يجي واحد الاتصال. المهم جبد التليفون وخرج على برا، هبط خرج على برا يكمل المكالمة الهاتفية ديالو، ولكن للأسف الشديد من ورا هاد اللقطة هادي ما بقاش بين مو مع بواه وخواتاتو كيتسناو نبيل يطلع يهضروا معاه، والو غبر. خرج من اللي جاتو هذيك المكالمة مع جوي هذيك الخمسة ديال العشية، الخمسة ونص بحال ما هكاك خرج. وصلت ستة ما جاش، وصلت سبعة ما جاش، تمنية ما جاش، تشوشو عليه ما يمكنش. السيد كان كيدوي معانا على التفاصيل تاع العرس، اش نشريو واش نديرو واش نفعلو واش نتركو، تمشى ما قالين حتى شي حاجة. وكان غادي شي واحد من صحابو ولا شي حاجة غيتصل بينا، ولكن هذا ما اتصل ما والو، كيعيطو ليه في التليفون، التليفون كيصوني كيصوني اللي حتى كيقطع الراسو، يعني التليفون ديالو ماشي طافي ولا خارج التغطية، لا كيصوني اللي حتى كيطفى على خاطرو. تشوشو عليه كثر وكثر، هما يعيطو للخطيبة ديالو هاديك إلهام، عيطو ليها. الو إلهام كديرة بخير؟ واش نبيل ما جاش عندك؟ قالت لي لا ابدا، انا نبيل مع جوي هاديك 12 بحال ما هكاك الوحدة، من تما مشى في حالاتو، ملي ريح معايا واحد شوية في القهوة ومشى في حالاتو، قال لي انا غادي للدار. مالو ما كاين باس؟ ولا إلهام راه غبر علينا، راه خرج مع جوي الخمسة، جات واحد المكالمة، واش ماشي انتي اللي عيطتي ليه؟ لا ماشي انا، انا قلت لكم راه من جوي 12 ونص بحال ما هكاك خرجنا من واحد القهوة، من تما ما شفتوش لحد الساعة، راني ما شفتوش وما جا عندي ما والو، وحتى انا كنعيط ليه ما كيجاوبنيش. هاد إلهام ما مشاش عندها، وفين يكون مشى؟ بواه كيعرف واحد صاحبه خدام معاك استاذ في المدرسة، مشى عندو للدار، كيعرفو كيعرف الدار ديالهم، مشى عندو دق عليه خرج. سلام سلام عمي كيدير بخير؟ قلي عافاك ولدي واش نبيل ولدي ما جاش عندك؟ ماشي تال تصلت بيا مع جوي الخمسة ونص؟ قالي لا، انا نبيل الصباح تفقت معاه من المدرسة، خرج من تمايا. قالي انا غادي نمشي نشوف خطيبتي ندير معاه في واحد القهوة، قلت لي سير الله يسخر، وانا جيت للدار ديالي هادي من تما ما شتوش وما عيطش ليا، بلاتي صبر نعيط ليه جبت التليفون ديالو هذاك السيد ويعيط ليه، التليفون كذلك وميتير كيصوني اللي حتى كيسكت على خاطرو. الطوموبيل ديال نبيل ما كايناش قدام الدار، يعني هذا ركب على طوموبيلتو ومشى لواحد الوجهه غير معلومه. صافي هنا الوالدين مع خطيبتو وكاع الناس اللي كيعرفوه تشوشوا عليه كثر وكثر، سيرتو اننا حنا كنهضروا حنا جويه 10 تاع الليل 11 الليل ما بانش، كيعيطوا ليه في التليفون ما كيجاوبهمش، هو ما اتصلش، حتى واحد ما عارفو فين مشى. ايوا فين مشى هاد السي نبيل هذا؟ قالو هذا غادي يكون اما عند شي واحد من صحابو ولا شي حاجه، راجل كبير وكيعرف شنو كيدير، خليو حتى الغدا اللي ما بانش عاد نمشيو نعلمو البوليس. صافي اتفقوا على الاساس هذا. هي هذيك مع الصباح بكري مع جوي هذيك ستة بحال ما هكاك تاع الصباح، ستة ونص باقا السبعة ما كايناش، في جنب الطريق في الخرجة ديال المدينة غادي يكون دايز واحد السيد. هاد السيد هذا ساكن في هذيك البلاصة، يعني في الخرجة ديال المدينة، تابع البوليس ربما هذيك البلاصة. ما عليناش، هاد السيد هذا جاي كتبان ليه واحد الطوموبيل واقفة، واحد الوقفة ماشي تليه، وغير هي بوحدة، وهاد البلاصة ما كيوقفوش فيها الطوموبيلات وماشي باركينغ، وهادي راها طريق دوازة، يعني بنادم غادي جاي ما يمكنش شي واحد يكون واقف بهاد الطريقة هادي. جا قرب الطوموبيل كيبان ليه السيد متكي على الفولون على المقود تاع السيارة، متكي عليه، قال هذا مغيب ناعس شنو واقع ليه؟ تعرض لشي مكروه، تعرض ليه شفارة، ما يمكنش. كيدق عليه كيدق كيدق، بغى يستبصر يعرف اشنو كاين، يعني السيد يكون محتاج شي مساعدة ولا شي حاجة، ولكن ما كيجاوبوش. هذا الراجل هذا غادي يدور من الجهة الاخرى ماشي من جهة الشيفور، من الباب الاخر غادي يكتشف المفاجأة، يكتشف
ان الجانب الايمن ديال هذا السيد هذا يعني فيه واحد طعنات والدم سيل بكثره. هو يعرف ان السيد غالبا غادي يكون ميت لانه محل باب الاول وما عرفش شنو واقع ليه. هنايا تفاجأت السيد هذا بزاف وتخلع، قال ضروري خاصني نمشي نعلم البوليس. مشى للبوليس، جاو مع العين المكان، كيكتشفوا هاد السيارة هذه فيها هاد مولاها، على الأرجح أنه مولاها لأنه بارك في البلاصة ديال الشيفور، وميت مقتول بعدة طعنات من الجهة ديال اليمين. يعني شي واحد كان مريح حداه في داك الكرسي اللي حداه وطعنو، ضربو طف 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 اللي حتى صفاها ليه ولات بالفرار. هنا البوليس غادي يشعروا النيابة العامة بوجود واحد الجثة في السيارة ديال مولاها، غالبا غادي يكون غير مولاها هذاك. عطاتهم الاوكي باش يبداو في التحقيق، استدعاو الشرطة القضائية، جات فرقة مسرح الجريمة وطوقوا هذاك المكان تاع مسرح الجريمة، لأن غالبا كما توقعوا البوليس غادي يكون السيدة تقتل هنايا. هنايا بداو الشرطة القضائية كيسولوا في هذاك مكتشف الجريمة، قال لهم سيدي هذا هو التوقيت ديالي، كندوز تقريبا كل نهار مع جويهد كستة وربع ستة ونص كتلقاني ديز من هالطريق هادي، كنمشي للعمل ديالي في واحد المعمل هاو هنايا، وراو المعمل فين خدام. دايز اللي حتى كتبان ليا الطونويل واقفة واحد الوقفة مشية هاديك، جيت كنقلب لقيت السيد ميت بهاد الطريقة، مشيت علمتكم هادشي اللي كاين. المهم مشى في حالته السيد هذا، هذا فاعل خير لا أقل ولا أكثر. هنايا الشرطة العلمية غادي تفتح هاديك السيارة، غاتفتحها بعناية فائقة. هنايا ملي غتفتح السيارة غتكتشف بأن هاد الضحية هذا فعلا نيت هو مول الطوموبيل، يعني الضحية هو مول الطوموبيل انطلاقا مناش، انطلاقا من الوراق تاع السيارة اللي لقاو تمايا، ومن لاكارت ناسيونال اللي لقاو في جيابو، وشو متعلقات الشخصية ديالو، واحد البركة تاع الفلوس، واحد لاكارت كيشي تاع البنكة، وواحد التليفون ديالو، جهاز ديال البورطابل ديالو. هنا البوليس بان ليهم من خلال المعاينات الاوليه ديال هذا مسرح الجريمه اللي هو الطوموبيل وهاد الضحيه والوضعيه اللي تلقى فيها، بان ليهم بان القضيه كتعلق بانتقام، هذه انتقام تصفيه حسابات ما عندها حتى شي علاقه بالسرقه، لان هذا السارق هذا غيدي متعلقات ديالو، تليفون، واحد المكانه ديالو، غيدي لاكارت كيشي مثلا الا كان عارف الكود مثلا، يدي واحد البركه تاع الفلوس وشي حويجات اخرين. ولكن هنا يلقاو ليه كامل حوايجو كاينين تمايا، هاد السيد اولا هاد السيده اللي قتلاته. المهم حنا ما عرفناش دابا شكون اللي قتلوه، راجل ولا امراه. المهم هاد الناس اللي قتلوه قتلوه بدافع الانتقام لا اقل ولا اكثر. صافي هنايا الشرطه العلميه رفعت البصمات من على الطوموبيل كامله، رفعت البصمات بعنايه فائقه. بينما هو هذاك الضحيه من بعد ما تعرفوا عليه بطبيعه الحال تعرفوا عليه من خلال لاكار ناسيونال ديالو، الدول المستودع البلدي الأموات. في الأثناء هذه ومع جوي هذيك العشرة بحال هكاك، من بعد ذاك الأستاذ نبيل ما جاش لدارهم وما تصلش بوالديه وما تصلش بخطيبته، قرروا الوالدين والخطيبة هي كذلك أنهم يمشيوا لأقرب كوميسارية ويعلموا الاختفاء ديالو. هذاك الضابط اللي تصنت لهم قالوا لي ودي راه البارح مع جوي الخمسة ونص بحال هكاك جات واحد المكالمة وخرج من وراها، ما عرفناش فين مشى، كنتصلوا به ما كيجاوبناش، وهو ما اتصل بينا ما والو، خطيبته ما مشاش عندها، صحابو ما مشاش عندهم، ما باتش في الدار، فين مشى الله اعلم. جينا سيدي نعلموكم، زودوهم الاهل ديال هاد نبيل بالمعلومات الشخصيه ديالو، يعني جميع البيانات ديالو، يعني سميتو، كنيتو، فين كيسكن، رقم الهاتف ديالو، وواحد النسخه ديال البطاقه الوطنيه. هنا هذاك الضابط ملي غيدير البحث ديالو انطلاقا من هاد البيانات اللي زودوهم الاهل ديال نبيل ليه، غادي يكتشف المفاجأة الكبيرة، هو أن ذاك الشخص اللي قلنا تلقى مقتول في الطوموبيل ديالو هو نفس الشخص نبيل الأستاذ. غادي يعلموا بهاد المعلومات، قال لي ما ودي غير صبروا نفوسكم، ولكن هاد السيد هذا اللي جيتو تبلغوا الاختفاء ديالو راه تلقى مع الصباح مع جوي هذيك الستة ونص بحال هكاك في جنب الطريق في الخرجة ديال المدينة تلقى مقتول في الطوموبيل ديالو. المهم داهم من بعد ما استدعى الشرطة القضائية اللي هزاتهم وداتهم المستودع البلدي الأموات، تعرفوا على نبيل ولدهم. الخطيبة شدات براسها، بوه معمو تصدموا وطاحوا من هول الصدمة، العائلة ديالو الكبيرة والأصدقاء ديالو يعني تفاجؤوا. أستاذ نبيل أستاذ مزيان ومحترم، إنسان كيقضي الغرض الناس، إنسان مسالم، شكون غادي يقتلو بهاد الطريقة هادي؟ دابا البوليس غادي يبداو التحقيق ديالهم، وأول وحدين غادي يحقوا معاهم هما الوالدين ديالو، عاودوا ليهم القضية كي دايرة من الأول حتى الآخر وكيفاش اختفى، واش عنده شي أعداء، عنده شي صداقات، كيعرف شي وحدة كذا.
يعني الوالدين ما كيعرفوا حتى شي حاجه عليه في طبيعه الحال، ما كيعرفوش الشخصيه ديالو. هادشي اللي كنقصد، قالوا دينا بولدنا تقريبا راه واحد 8 سنين بحال ما هكاك، 3 سنين هو خدام في واحد المؤسسه فلانيه، وراهم المؤسسه فين خدام ترونكيل. ملي قرر انا يتزوج شاف واحد البنت، شافها مشينا خطبناها، انسان ما فهم يتعب، وحنا كنا متفقين مع العائله ديال هاد السيده هادي اننا نديرو العرس من هنا لواحد الاسبوع، اسبوع وكان غيدير العرس ديالو اللي حتى كتب عليه هاد المكتوب هذا. الله ياخذ الحق في هاد اللي قتلو. ولدكم نبيل واش كان كيعرف شي وحده قبل من هاد السيده؟ كان كيعرف شي واحد معادي معاه، مدابز مع شي واحد؟ هاد السيده هادي واش كانت مخطوبه قبل من ولدكم؟ هنايا العائله تاع نبيل ما فادو البوليس حتى بشي حاجه، قالوا حنا ما نعرفوش هادشي هذا. المرأة الوحيدة اللي كيعرفها نبيل ولدنا واللي حنا مأكدين أنه كيعرفها هي الخطيبة، شي وحدة أخرى الله أعلم، شي حاجة أخرى ما عمرو قال لنا شي حاجة. بالنسبة للأداء، أولدي نبيل أنا هذا الأب كيهضر، ولدي نبيل الله عمرها ظهر، من سابع المستحيلات أنه يكون عنده أداء. إنسان مسالم لأقصى درجة، إنسان يعني كيمشي جنب الحيط، درويش بزاف، كيعرف غير الخدمة للدار، دار الخدمة، وملي كان كيقرا كيعرف غير القراية. انسان الله عمرها دار، الله ياخذ الحق في هذا قتلو. مو كذلك مثال خوتو، حتى واحد ما عارف شي حاجه. هنا البوليس غادي يمشيو عند الخطيبه ديالو الهام، سولوها البوليس اشنو كتعرف على الخطيب ديالك استاذ النبي الله يرحمه، كيفاش تلاقيتو، واش كتعرف عليه شي عداوات معادي مع شي واحد، كيعرف شي واحد قبل منك، انت كتعرفي شي واحد قبل منه يقدر يكون انتقم منه بهذه الطريقه، اي حاجه قولها لينا. قالت لي ما ودي هاد الهام هادي، قالت للبوليس انا هاد نبيل هذا تعرفت عليه عن طريق واحد السيده، السيده صاحبتي، وهاد السيده استاذه، استاذه معاه في نفس المؤسسه، كنت شحال مره كنتلاقاو في القهوه، هي كتعرض عليا ولا شي حاجه، هو كيكون معانا، كيكون معاها بالاحرى ماشي معايا انا، وتطورت العلاقه ديالنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، اللي حتى هو واحد النهار قال لي شوفها الهام راهي كتعجبيني وكذا، وانا بصراحه انا باغي نكمل ديني وما لقاش وحده احسن منك. انا بصراحه انا كنت مسلط فيه وكان كيعجبني وكذا، ولكن ملي عرض عليا فكره الزواج ما قدرتش نقول ليه لا، صافي بان لي الزواج غادي يكون مثالي بالنسبه ليا، واتفقنا وجا خطابني والموعد ديال الزفاف ديالنا كان من الاسبوع اللي حتى سمعت الخبر الاليم تاع الموت ديالو، الله ياخذ الحق في هذا اللي قتلو. قلنا عفاك لله، قالوا لي البوليس، البوليس هنايا ملي سمعوا الطريقه ديال اللقاء ديالهم دخلهم الشك ودخلهم العجب. هاد السيده اللي كان كيتلاقى معاها هويا وانت كنتي كتجي وكنتي كتشوفيهم، عاود لينا عليها. قالت لهم هذيك استاذه سميتها سلوى وخدامه معايا في نفس المؤسسه، شنو هي العلاقه اللي كتربطوا معاها؟ عشان نقول لكم الشيف انا عارفها غير استاذه معاه، وما يمكنش استاذه معاه وتجي معاه القهوه وكيتواعدوا ما بيناتهم، لا كاينه شي حاجه. هنا هذيك الخطيبة بقات كتدور في عينيها، قالت لها شوفي أي حاجة غتقولي لينا غتعاوننا في البحث ديالنا، ما تنكر علينا حتى شي حاجة. هنا غتقول لهم واحد الرواية أخرى، غتقول لهم واحد القضية. قالت لي ما سيدي هاد نبيل هذا قبل ما يتعرف عليا كان هو معرف على هذيك سلوى الأستاذة اللي كتقري معايا في نفس المؤسسة، معرف عليها وناوي معاها الزواج وباغي يتزوج بها، وهي كانت كتقولها ليا أنا صاحبتها القريبة بزاف، كانت قريبة ليا بزاف. المهم ديما كتجيب ليا تصاور وهاك معرف على واحد الأستاذ، ها هو التصويرة ديالو كي دايرة، احنا فين مشينا فين جينا كذا. هي بحكم هاديك الثقة اللي دارت فيا وليت كنمشي معاها مرة مرة، كنريحو في القهوة نريحو في الريستو وكذا. هو السيد يعني داك النبي ملي شافني أنا ولا كيتقرب ليا، وأنا كنت مسلط فيه وعجبني وباغي نتزوج، صافي عرض عليا فكرة الزواج تزوجت به، ما عندي ما ندير ليها، هاك وداك مزيان. صافي هنا يبان تقريبا المشابه فيه رقم واحد في هذه القضية وهو الأستاذة سلوى. هنا قبل ما غادي يمشيو عند ديك الأستاذة سلوى أشنو غيديروا البوليس؟ من بعد ما رفعوا كما قلنا البصمات من على أرجاء ديك الطوموبيل كاملة، كيتضح لهم بأن البصمات اللي كاينين ديال هذاك الضحية نبيل فقط على المقود تاع السيارة فقط لا غير، بصمات أخرى ما كايناش، وهذا الشيء عنده معنى واحد وهو أن هذاك القاتل أو القاتلة تاع نبيل هذا حرص على أن الطوموبيل تمسح من البصمات قبل ما يغادر مكان مسرح الجريمة هي الطوموبيل، يعني مسح مزيان من بعد ما قتل هذاك الأستاذ نبيل، هو كيسوق أو كيجمع معاه
صفاها ليه بديك الجنوية أو الآلة حادة، صفاها ليه ومسح البصمات ديالو اللي غادي يكونوا وبقاو في الطوموبيل مزيان، يعني البصمات ما كاينينش. هنايا الطبيب الشرعي شنو غادي يقول لهم؟ قال لي ما ودي هاد السيد هذا راه تقتل جراء تعرضه لواحد 6 ديال الطعنات، 6 ديال الطعنات، وهادشي هذا كيبين بأن القاتل كان حاقد عليه وباغي ينتقم منه وما بقاش حامله وباغي ينهي لي الحياة ديالو بأي طريقة. 6 ديال الطعنات كانوا كاملين قاتلين. ومعاش تقتل؟ قالوا لي السي الطبيب، قال لي تقتل مع ديك تقريبا 7.5 8 الا ربع 8، ما بين 7 و 8، هذا هو الزمن التقريبي تاع الوفاة ديالو. مزيان. هنا البوليس فين غادي يمشيو؟ كما قلنا في الاول هما مسرح جريمة او رفاقة مسرح جريمة، راه لقاو التليفون ديال نبيل تمايا في الطوموبيل، تفقدوه وشافوا المكالمات الصادرة للوالدة آخر 24 ساعة من غير المكالمات تاع والدي وتاع خوتو وتاع عائلته وتاع الخطيبة ديالو، كيلقاو واحد المكالمات قدروا أنهم يجمعوهم وكيتصلوا بأي واحد ويهضروا معاه ويحقوا معاه إمتى عيطتي ليه، معاش عيطتي ليه، إمتى آخر مرة، علاش بغيتيه، في كنتي ما بين 7 و 8، كاملين تأكدوا بأنهم خارج إطار الشبهات، صحابه، خطيبته، والديه، خوته، يعني جيرانه، شي واحد باغي يسولو على شي حاجة، المهم كاملين حقه معاهم. اللي حتى واحد النمرة القوة معيط عليه مع جويه 5:30، 5:30 استقل 25، وبالضبط مع 5:37. هاد التوقيت هذا عيطات ليه واحد النمرة، هاد النمرة من اللي غادي يبحثو وراها البوليس على القوة ديال من؟ ديال هذيك السلوى الاستاذه اللي خدامه معاه في نفس المؤسسه، اللي قالت لهم الخطيبه ديالو انها هي الاولى اللي كان متعرف عليها وباغي يتزوج بها، ملي دخلت هاد الالهام هادي فرتكات هذيك العلاقه ديالهم وصدقات هي اللي مخطوبه ليه. ما عليناش، هنايا غادي يمشيو يسولوا هذيك الاستاذه سلوى اللي كتقري معاه في نفس المؤسسه، علاش غادي يمشيو عندها؟ لانهم لقاو النمر ديالها معيط عليه مع 5:30، وهما الوالدين في هذاك البحث ديال العائله اللي داروا المره الاولى، قالوا ودي راهو ملي جات واحد المكالمه ديال 5:30 خرج ومن وراها ما رجعش. والخطيبه كتقول بانه كان على علاقه بها وكان ناوي يتزوج بها هي ديك الاستاذه، ولكن في اخر لحظه قلب عليها وتزوج بهاد الخطيبه اللي هي الهام. هي هذيك البوليس مشاو تواصلوا مع الاستاذه هذه، لقاوها في المدرسه اللي تخدمها، مشاو هضروا معها، سلام سلام، قالوا لي اخبارك شنو وقع الاستاذ نبيل اللي خدام معكم؟ قالت لهم اخباري، وصلتني الخبر ديالو بانه تلقى مقتول في الطوموبيل ديالو وانكم كتبحثوا على شكون اللي قتلو. قالوا لي مزيان، كنبحثوا على شكون قتلو، وانت بحكم انك كنتي زميله ديالو هنايا في المهنه وخدامه معاه شحال من عام، اشنو كتعرفي ليه؟ وقالت لي ماشي نقول لكم اسيدي، انا ما كنعرف ليه الا الخير والاحسان، الاستاذ نبيل انسان محترم خدام معايا هنايا، علاقتنا واحد العلاقه ديال الصداقه مبنيه على الاحترام والموده، كنخرجوا بعض المرات كزملاء في العمل، كنريحوا شي قهوه، شكنا هنا هنا صافي، هادشي اللي كاين ما بيناتكم شي علاقه، وكان موعدك بالزواج وفي الاخير قلب عليك ولا شي حاجه؟ لا ابدا لا، ما عمرني كنت مع العلاقه وما عمرو كان ناوي يتزوج بيا. تقدروا تسولوا هنايا يعني صحابي هنايا في المدرسه استاذات والاساتذه والمدير اللي بغيتو، فعلا نيت البوليس ملي كيسولو يعني باقي العمال تاع المدرسه يعني اساتذه واستاذات، حتى واحد ما عارف العلاقه ديالهم، حتى واحد ما قال لي ما ودي راه نبيل كان باغي يتزوج بهذيك الاستاذه، حتى واحد. مزيان. ولكن الخطيبه كتقول بان هي كانت باغا تزوج به، اولا هو كان ناوي باغي يتزوج بها، لان هذيك الخطيبه كانت الصديقه الوفيه ديال هاد الاستاذه سلوى. غادي يبحثوا كثر وكثر، غادي يمشيو دابا هنايا الاستاذه حطوها رهن المراقبه، ما شدوها ما والو، ولكن حطوها تحت المراقبه اللاصقه، باغين يجيبوها في الفخ باي طريقه. ما عليناش، فين يمشيو؟ غادي يمشيو يسولوا على العلاقه ديال هاد الاستاذه هادي مع ديك الخطيبه ديال نبيل الله يرحمه اللي هي الهام. عرفوا البوليس من خلال الابحاث ديالهم ان علاقتهم كانت متينه وكانت قديمه، وهما صحابات من يامات الصغر وما كيتفارقوش، ولكن ما بين ليله ونهار تفرقوا، وحده بقات كتشوف في الاخرى، وواحد النهار دابزو وتخاصموا، وهذا الشيء امتى؟ تقريبا يلا شي اسبوع او لا شي 15 يوم من وراء الخطوبه ديال نبيل لهاد الهام هذه. عرفوا البوليس بانهم تخاصموا على وده الخطوبه،
صافي صافي، عرفوا بأن البنت كتكذب، هذيك سلوى كتكذب، كتعرف هذيك الخطيبة وصاحبتها وتخاصموا على ود الخطوبة، وهي كان خاطبة هذاك كانت على علاقة به ونكرات على البوليس. رجحوا البوليس واحد الفرضية، وهي أن هاد العلاقة ديال نبيل مع الأستاذة سلوى كان طي الكتمان، حتى واحد ما كان عارفها في المؤسسة، وهذا الشيء اللي غتأكدوا هذيك الخطيبة إلحام. هو قال لي هذاك النبي الله يرحمه، قال له ودي راه علاقتي انا مع هذيك الاستاذه سلوى حتى واحد ما كان عارفها في المؤسسه، راه غير علاقه غير سريه، كان ناوي نتزوجو من بعد، ولكن ما كتبش انا ملي شفتك عجبتيني وبغيت نتزوج بك انت. هادشي اللي كاين، هادشي علاش هما الاستاذه والاساتذه الاخرين يسولهم، حتى واحد ما قال لي ما ودي راه نبيل كان عينه في هذيك الاستاذه سلوى. وجواب هادشي هذا قالوا انت كدابه، وحنا درنا الابحاث ديالنا وعرفناك انت على علاقه بهذاك نبيل وكان باغي يتزوج بك، ولكن هو قلب عليك ومشى تزوج بصاحبتك. اشنو كتقولي في الهضره هذه؟ او خطب بصاحبتك عفوا. قال لي ما ودي الهضره هذه ما كايناش، وانا ما عمر داك السيد كانت بيني وبينه شي علاقه، وديك صاحبتي راني دابست مع على شي حوايج اخرين ما عندهم حتى شي علاقه بهذه الخطوبه. ومهم الشيء هذا كيوقع ما بين الصحابات وكيوقع ما بين اي واحد ووحده عادي، وانا هذاك السيد ما عمر كانت بيني وبينه شي علاقه. قالوا لي البوليس مزيان، دابا حنايا غادي نفترضوا ان هضراتك صحيحه وان كلامك على حق وحنا اللي غالطين. مع التوقيت 35 دقيقه عيطتي لنبيل نهار وقوع الجريمه، علاش عيطتي ليه؟ علاش بغيتيه؟ تصدمات، ما تخيلش البوليس غادي يوصلوا التليفون ديالو وغادي يجبدوا نمرتها وهي معيطه ليه مع 35 دقيقه. بقات غير كتدور في عينيها وقالت لي ما كنت بغيت نسولو على شي دروس ما دروس شي حاجه كتعلق غير بالعمل وكذا. قالوا لها شوف بلا ما تكذبي، حنا راه بحياتنا في المدرسه وسولنا المدير وسولنا الحراسه وسولنا بزاف اللي كيفهموا في الدومين، انت ما عندك حتى شي علاقه به، ما هو كيقري معاك في نفس الفصل الدراسي، يعني ما شادينش واحد 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 المستوى معين مثلا اللي غتحضري معاه على ود تلامد مشتركين بيناتكم، ما انتوما نفس التخصص، هو ماده وانت ماده بعيده، ما عندكم تيش حاجه اللي غتجمعكم فيما هو عملي وفيما هو مهني، يعني انت كانت بينك وبينه شي علاقه وبغيتي تدوي معاه، لهذا بلا ما تزيدي تكذبي وتوري راسك اكثر واكثر غير اعترفي احسن لك. قالت لي لا، هاد الهضره هادي ما كايناش، وانا ما بيني وبينه حتى شي حاجه وما قتلتوش، وعلاش غنقتلو اسيدي؟ انا قلت لكم راه ما بيني وبينه حتى شي حاجه، والهضره ديال الخطيبه ديال هذيك الهام غير كذوب، اللي قالت لكم شي حاجه غير ما كتحملنيش انا، تخاصمت معاها ديك النهار وكذا وبعدت منها وسبيتها، راه باغا تنتقم مني بهذه الطريقه هذه. قالوا لها البوليس مزيان، دابا غتقول لنا واحد القضيه ما بين 7 و 8 في كنتي نهار وقوع الجريمه، يلا قلنا هذه في كنتي، فين كنتي؟ الا تبتي لينا سيدي فين كنتي بالضبط ما بين 7 و 8 انت بريئه، ما عندك حتى شي علاقه بالجريمه. هنا ينهار تماما، ما بينات البوليس حتى شي حاجه وما قدرش تبين، لانه اي حاجه تقول لي ما بدين كنت هنايا غادي يمشيو البوليس يسولو، كنت هنا غادي يمشيو البوليس يسولو، اي حاجه خاصها تجيبها بالدليل وبالبرهان. ايوا هنايا لالاك سلوى بقات كدور في عينيها وتعرفات، قالت لهم انا اللي قتلتو، انا قتلتو ويستاهل الموت هذاك، هذاك حقير منه ما كان، ضحك عليا في الاخير شاف صاحبتي ويشوف العيالات علاش قادات، مزيان انت اللي قتلتيه، يلا معنا المهم تعقلوها في البلاصه وتصنتوا لها في محضر رسمي دابا. اش تقول لهم في التصريحات ديالها؟ قالت لي ما ودي انا ملي خدمت هنايا لقيت هذاك الاستاذ نبيل خدام، اجيت دخلت المؤسسه كذا شافني قلت مع راسي راه عجبته، تقرب مني شويه بشويه اللي حتى وليت كنخرج انا وياه، نخرجوا هنا لهاد القهوه، نمشيو لهاد الريستو، نمشيو هنا نمشيو هنا نمشيو هنا، المهم تكونات بيناتنا واحد العلاقه، ولكن هاد العلاقه كما توقعوا البوليس وكما قالت الخطيبه ديال نبيل، هاد العلاقه كانت سريه، هو داك نبيل كان حارس على انها تكون سريه، قال لها شوفي بلا ما يحسدونا او يضربونا بالعين اللي حتى يكون شي حاجه اللي هي رسميه ونقول لي ما ودي انا غادي نتزوج بهاد الاستاذه هادي. قالت لي اللي بغيتي يا نبيل ما عليناش، بقات العلاقه مستمره، هي كانت مصاحبه مع واحد البنت اللي هي الهام، ما كانش كتخبي عليها حتى شي حاجه، كانت كتوريها التصاور تاع نبيل في التليفون، تقول لي احنا مشينا لهذا الريستو، مشينا لهذ القهوه، راكي وعدني بانه غيدير لي واحد العرس في القاعه الفلانيه، المهم غير حضره العيالات وصافي. الاخرى مشوف الله اعلم، المهم واش كانت كتحسدها كتغير منها الله اعلم، المهم
قالت لي خاصني نتعرف عليه ضروري، خاصك توريه ليا شخصيا. قالت لي مرحبا. قالت لي راه غادي نكونوا في القهوه في الفلين واحد النهار، وديري براسك بحال جايه، وغادي نتلاقاو في القهوه صدفه، وغتريحي معنا وتغدي معنا. قالت لي صافي. في غير النيس دار هذا الفيلم هذا غير هي باش تعرف النبيل على هذيك صاحبتها وتعطي الراي ديالها فيه، باش تقول لها زعما كاينش بالك صاحبتي، واش انسان عزلته في المستوى، كيفاش يعرف يهضر، كيفاش يعرف يلبس كذا. مزيان جات فعلا نيس هذيك الهام، ريحات معاهم هي ديك الهام اللي شافت نبيل عجبها ودخل لها راسها واستخسراتو في هذيك صاحبتها. صاحبتها سلوى بقات كدور به على حساب الروايه ديال هذيك سلوى، بقات كدور به وانا ما جايبه الدنيا اخبار. هذو التصريحات تاع سلوى. واحد اللحظه كيتقلب عليا داك نبيل، ما بقاش كيعبرني، ما بقاش كيعيط ليا، ما بقاش كيتسوق ليا. السيد كندير معاه ما كيجيش، كيقول لي سمحي ليا راه عندي الخدمه، عندي كذا، راه مبرزط مع الوالدين كذا. المهم السيد تبدل ليا، وفي نفس الوقت هذيك الهام ما بقاش كتبان ليا. فما كنعيط لها نقول لها شوف صاحبتي اليوم نخرجوا نمشيو القصاريه هنا، كتقول لي سمحي ليا صاحبتي اليوم ما مسالياش، جايين عندي شي ضياف. تقلبات ليا، ولكن انا ما ربطتش الامور وما ربطتش الاحداث وما فهمت حتى شي حاجه. علي حتى واحد النهار غادي يقلب عليا بصفه نهائيه، وغادي يجي يقول لي شوف الناس داكشي اللي كان بيناتنا راه ما بقاش، غير سمحي لي وصافي. راه صراحة انا فكرت في هذا الزواج هذا وبان لي راه ما مسلكنيش دابا، من الاحسن الاحسان وقف على راسي ديال بصح وندير شويه الفلوس اللي نزوج. فكره هذا الزواج دابا غادي ناجلها لواحد 4 سنين 5 سنين. قلت لي لا، علاش تاجلها؟ انا اللي هي غتجيك واعره، خفافت عليا انا، نتعاونوا وبجوج بينا خدامين وكذا. ولكن السيد مبغاش يقتنع، تما عرفتو انه كيعرف شي وحده اخرى، ولكن متاكدش، صافي متاكدش. المهم قلب عليا، مبقاش كيتسوق لي، وقال لي شوف لي بغيتي تسنيني واحد 5 سنين مرحبا، ما غتسنينيش شوف لك شي ولد ناس اخر. قلب عليا. المهم انا دخلت في واحد الحاله نفسيه وما حملش راسي وكذا. اللي حتى واحد النهار انا في الدرب اللي حتى كتجي عندي واحد الصديقه ديالي، صديقه مشتركه كتعرف هذيك الهام وكتعرف هاد سلوى هادي، ولكن هي هاد الصديقه المشتركه ما كانش عارفه العلاقه ديال داك نبيل بهاد سلوى هادي، لان هاد سلوى كانت متكتمه العلاقه، الوحيده اللي عارفه هي ديك الهام. قالت لي واش ما خبارك سلوى شنو واقع؟ قالت لي لا، شنو اللي واقع وانا ما خباريش؟ قالت لها الهام راه تخطبات. قلت له ويلي تخطبات؟ قلت له انت العفريته ما قالت لي ما والو، خيفاني نحسدها. قلت له راني حضرت الخطوبه ديالهم وكذا، وجبدات التليفون ووراتني الخطوبه ديالهم ووراتني هذاك التصاور. كنشوف التصاور كنلقى نبيل، استاذ نبيل مع صاحبتي الهام. تفاجات صافي، حسيت بالارض دارت بيا ودخت. قالت لي ديك صاحبتي مالك ياك ما كاين باس. قلت لها لا لا لا، غير حسيت بشويه الدوخه وصافي صافي نسي لي هذا الموضوع هذا صافي، ونطو خليتها تمايا ما فهمت والو. صافي تصدمت، كيفاش صاحبتي مع هذاك السيد اللي كنت انا باغي نتزوج بيه، وانا اللي عرفتهم المشكل، انا اللي لاقيتهم، هذه خيانه حسيت بها وبحال شي شمته قويه بزاف. تمايا اتصلت بهذاك نبيل وقلت ليه هادو ماشي فعيل الرجال، تخليني انا مشي عند صاحبتي، هادو راه ماشي فعيل الصراحه كدير. قال لي شوفي اللي عطا الله هو هذا، انا ما عندي ما ندير لك. المهم راه البنت راه عجبتني ودخلت لي المورال ديالي، ولقيت فيها شي حوايج ما لقيتهمش فيك انت، غير سمح لي وصافي. وانا راه باش تعرفيني راجل راني نهيت العلاقه ديالي معاك قبل ما نمشي نخطبها، هذا ما كان، وغير سمح لي وصافي، والله يجيب لك شي ولد الناس، وكنتمنى انك تكوني سعيده في حياتك. وقطع لي التليفون عادي كان شيئا لم يكن، بحال هذوك المشاعر ديالي غير زايدين في الخوا. انا قررت انني نصفي عليه. والمهم عرفت الميعاد ديال زواجهم امتى من خلال المصادر ديالي الخاصه، قررت انني نصفي عليه قبل ما يتزوج بالبنت. صافي رزيه في حياته ورزيه هي كيما ضحكات عليا وكيما رزاتني فيه. صافي هذاك النهار قررت انني ندير الفعله ديالي. وصلت ديك العشيه تقريبا شي 5 ل 5 وشي حاجة، كانت 5:30 35 بالضبط، تواصلات بيه، كانت هي تحت من دارهم اللي تواصلات بيه، وحدة الطوموبيل ديالو فين واقفة. تواصلات بيه وقالت لي شوف نبيل عافاك إلا ما خرج عندي راه عندي واحد المشكل وانت اللي غتحلو ليا، غير 10 دقائق هي اللي غناخد من وقتك. في الأول قال لي على حساب التصريحات ديالها أنه معطل وزربان وكذا وكيوجد العرس ديالو،
اش بغيتي عندي، ولكن لحات عليه اللي حتى هبط. وملي هبط عدا ركبوا بجوج في الطوموبيل ديمارة وصاق بها، قال لي شوفي هاد الشي ديالك تي راه ما غيساليش، وانا راني زربان وعندي التزامات، قول لي اشنو بغيتي. قلت لي شوف نبيل غير وسع خاطرك معايا، راه ما غتفوتش معايا واحد نص ساعه وغترجع. قال لي شنو بعدا شنو باغا؟ قالت لي شوف دابا انا باغي نخوي عليك قلبي وباغي ندوي معاك، وكنتعرض لواحد الضغوط نفسيه وكذا، وواحد السيد هو جاي باغي يتقدم ليا وباغي ناخذ الراي ديالك فيه. قال لي شوفي انا راه ماشي اختصاصي نفسي باش تحضري عليا وتخوي ليا قلبك، الا بغيتي هذيك كونسلطاسيون خاصك تخلصي 600 درهم. المهم قالت ليهم في التصريحات ديالها ان قلباتها مع ضحك وبطرق خاصه طولات هذه المده هذه، وبقات كتسالى بي من هنا لهنا 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 لهنا. وفي الاخير قالت لي شوف عافاك لما خرج برات المدينه، خرج الطريق واحد الباصه هاديه نريح معاك غير واحد شويه، اعتبرها سيدي كاخر لقاء بيني وبينك، وما عمرني باغي نتصل بك، وتا هذاك العرس ما غنجيش ليه وما باقاش غتسمع صوتي او تشوف الوجه ديالي، حتى ديك المدرسه غادي نطلب انتقال وما باقاش غتشوفني. قال لي ماشي لهالدرجه هذه، المهم راه بيناتنا واحد الصداقه ديال المهنه وداكشي ما كاين باس. المهم جراتو جيت الخرجه ديال المدينه، وراه ما جيت اليمن في الطريق كانت الدنيا خاويه ما كاين حتى شي واحد. وفي هذا التوقيت هذه وصلت ديك المهم 7:25، هي شنو كان دايره، هي شنو كان دايره في الصاك ديالها؟ كان دايره في الصاك ديالها واحد الموس غير صغير ولكن مخبيه بعنايه في الصاك ديالها. ملي كما قلنا ستاسيون وقف، قال لي شوفي راكي ضيعتي لي وقتي، ولكن كما قلتي انت اخر موعد هذا بيناتنا ما كاين باس سيدي. المهم قعد داوي مع غير واحد شويه واحد القسمين، اللي حتى واحد اللحظه غتخشي يدها في الصاك ديالها وغتقيس هذاك الموس وجداته على حساب التصريحات ديالها هي وجداته، وهو كيهضر وفي واحد الغفله منه ما غتجبد الموس ما غطعنو بدون مقدمات، طف 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 صافي السيد ما عرف باش بلا صافي صفات عليه. ملي تأكدت بأنه مات رجعت داك الموس للصاك ديالها، جبدات واحد كلينيكس من تما من الطوموبيل ومسحات أي بلاصة قاستها، مسحات المرايا، مسحات داك الطابلي الطوموبيل، مسحات البواني ديال البيبان، ومسحات أي بلاصة قاستها في الطوموبيل. لهذا البوليس ملقاوش البصمات ديالها، وما هزات حتى شي حاجة بطبيعة الحال، ما هزات لا تيليفون ديالو، ما هزات فلوس، ما هزات والو. نزلات ومشات خدات من الجهه المقابله واحد طاكسي، يعني تحركات فاشت الطوموبيل بزاف، بقات غادا على رجليها واحد المده، عاد شيرات لواحد طاكسي ورجعت للمدينه كان شيء لم يكن. وبهذا كتكون تاقمات الراسه بهذه الطريقه ديالها هي. ايوا من وراء الاعترافات ديال هاد السيده الاستاذه سلوى قدموها البوليس العداله وتحكمات ب 30 عام ديال الحبس. هنا في نهاية الحلقة اشنو كنقولو؟ كنقولو سيدي الراجل مع المرأة كانوا موعدين للزواج، خاطبها ولا خطيبته او لا ايا كان، مثلا واحد فيهم فرسك هاد الخطوبة وبالي شي واحد في نظره هو غيكون احسن من الاخر، صافي ما كيلاش انا نتقاتل لودو ونمشي ونتاقم ونقول علاش بدلتيني وكذا، صافي مشى لهلا رجعو، هذاك اصلا راه داير معاك مزيان راه ما فيش الخير ليك، صافي نتا يكون اكد راه غيجيب لك الله واحد الشخص اللي غادي يعرف القيمه ديالك وغادي يقدرك ويحترمك ويدير لك خاطرك ويعتبرك تاج فوق راسو. المهم انسان ما خاصوش يدير في بالو هادشي هذا ويبقى يتحسر ويقول علاش بدلني وكذا، ننتقم منه وندير ليه نفعل ليه نترك ليه، لا ديما بنادم خاصو يشوفها من الجانب الايجابي. علم الله دابا انا كرتبط بهذاك الشخص او رتبط بهذيك الفتاه، علم الله شنو كانت غتخرج فيا ولا شنو كان غادي يخرج فيا ولا المشاكل اللي كانت غادي نلقاهم معاه. علم الله ابنان خاصو يصبر ويفوض امر الله ويطلب الله انه يجيب ليه واحد الشخص اللي غادي يناسبه ويلائمه من جميع النواحي. ايوا الله يهدي الجميع والله يحفظنا ويحفظكم من هذا النوع ديال البشر. وهذه هي النهايه ديال الحلقه ديالي اليوم، كنتمنى انها تكون زوينه وتعجبكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.